ساحرة لزملاء محمد صلاح. صلاح من الجهة اليمنى بناء الهجمة وقبول العديد من الأهداف. الكرة تصل إلى كريستيانو رونالدو في الجهة اليسرى. رونالدو يحاول، رونالدو بين أكثر من لاعب. صلاح عاد من ممتاز يكون اكثر قوه اكثر تحمل في تواجه في مواجهه الصعوبات. بعيده كره كريستيانو حتى عندما يكون تحت الضغوطات لا تعلم كيف يظهر لك الخلل والكره تبعد من جانب دفاع ريال مدريد. استعادها صلاح. توتو سبورت سباليتي هيا روما هم ليسوا من المريخ. الكره لكريستيانو لكن الدفاع تدخل والحكم يحتسب خطا لنجم ريال. تمر من الجميع تصريح لصلاح مرتده سريعه. صلاح في الجهة اليمنى انطلاقة من جانب محمد صلاح محاصر من ثلاثة لاعبين بسرعة المعتادة. صلاح بار مع مارسيلو قطع مسافة بالكرة صلاح وبعد ذلك الكرة ضاعت وانتهت. لم نشاهد بياليتش بعد نشاهد صلاح أكثر. صلاح تبين بيليا جميلة روتي دييغو إلى صلاح في الجهة اليمنى واحد على واحد أمام راموس. صلاح ينتظر مساندة رونالدو في وسط الملعب. تمريرة لكريم تمريرة ترد لرونالدو مرة أخرى. رونالدو محاصر يكسب خطأ كان يبحث عنه بين ثلاثة لاعبين. رونالدو كان يبحث عن محاولة في الجهة اليمنى. فلورينزي يلعبها إلى صلاح صراع مع راموس. صلاح يصل الكرة صلاح أمام راموس مر الأمام محاولة باتجاه محمد صلاح. صلاح أمام راموس جميل في الاستقبال مسلو في الجهة اليسار يتحرك. رونالدو يبحث عن حلول. بيانيتش في التغطية رونالدو يعيدها إلى مارس. دائما تحركات المزعجة لدفاع ريال مدريد. كرة من جانب كريستيانو رونالدو. جماهير روما تعطي الكثير من الثقة للاعبيها. رونالدو على اليسار لكنها صلاح على جهة اليمين مع راموس. سيرخيو يتألق سيرخيو لكن صلاح استعاد. مارسيلو رونالدو مارسيلو خطيرة لمصاعة ريال وكورة. الله على مارسيلو ذكية من الفتى البرازيلي الموهوب. مارسيلو راجع على الطائر في الزاوية البعيدة. لحسن حظك يا تشيزني انها مرت بعيدة. بمهارة صلاح مر وتمريرة جميلة في منطقة جزاء ريال مدريد العربية لكن الدفاع يا الهي على دقائق غير عادية. مرة أخرى لروما. مارسيلو فانكر ساعدها فانكر. صلاح بين مجموعة من مدافعي ريال مدريد. نفس السريعة إلى دييغو يلعبها إلى الأمام. صلاح أمام راموس الواحد على واحد. صلاح محاولة مرور أمام سيرخيو راموس. ريال لمسة باتجاه كريستيانو رونالدو على جهة اليسار. تحرك وبحث عن كرة طويلة إلى الأمام خطيرة باتجاه خامس لكن من اللمسة المنتظرة بعيدا. رونالدو معزولا وحيدا وكذلك الحال بالنسبة لكريم. لا لمسة جميلة باتجاه رونالدو. رونالدو مر بمهارة وكرة. الله جميلة من رونالدو في الأوقات الحاسة. جام في الملعب الأولمبي تمريرة جميلة لكريستيانو رونالدو عرضية خطيرة والدفاع بعدها جميلة لمصاعة ريال مدريد. راموس خاطئة نايجولون إلى محمد صلاح بكرة سهلة عندك نور ناباس خطيرة لمصاعة روما. تزيد كادت أن تشكل خطورة كبيرة من جانب صلاح. ساندرو فلورينزي تمريرة رد صلاح في الجهة اليمنى. في الجهة اليمنى خطيرة باتجاه محمد صلاح تمريرة خلص. تعرض إلى الأذى وهو يتفرج يريد أن يكون له دور في إنقاذ روما. صلاح مر صلاح عدى صلاح على جهة اليمين خطيرة لروما عرضية عادت مرة أخرى لصلاح. أبعد دفاع ريال مدريد أبعدها دفاع ريال مدريد خطيرة من جانب محمد صلاح السريع. اسهل كرة العرضية ايدين جيكو تحضير بالراس. صلاح باستقبال كرة ذهب الى ريال مدريد وجد صعوبات اكثر. رونالدو بالراس عدت من القائم خطيرة. اذكر رونالدو هو يذكر نفسه خطيرة لمصاعة كريستيانو. هو من يتكلم عن نفسه. نوعية اللاعبين لا تعبر عنها لا تعلم. صلاح على جهة اليمين محاولة امام مارسيلو. صلاح تمريره باتجاه ايدين امام روديغر. رونالدو عرضيه بالراس خبيص. كريستيانو يحاول كريستيانو مع كريم لمسه الى بنزيما ولكنها تمر بمحاذاه القائم باريزي خارج منطقه الجزاء. لمسه الى صلاح وطالت عليه
ضاعت على صلاح. من هالكورة، من الكورة كيف ضاعت. تدخل رونالدو، يصل رونالدو بمهارة إلى مارسيلو، جيكو إلى صلاح، أمام راموس، مر صلاح وطارت عليه. الحكم ماذا احتسب؟ ماذا حكم براس؟ احتسب خطأ. إلى هجوم صلاح، ليلة غير عادية. صلاح مرة أخرى أمام أكثر من لاعب. صلاح في الجهة اليمنى يبحث عن حلول مع أيضا فوكس باليتي للاعبيه. نصفق نحن لسباليتي ولاعبيه على ما قدموه من أداء عالي. نتيجة قاسية بهذا الشيء بعد مباراة كبيرة لروما.